طيب يا جماعة، كثير من الناس قالوا لي عبد الله نبغى طرق جديدة في الدروب شيبينج احنا ما نعرفها، مو مشروحة باليوتيوب، وطرق نقدر نستخدمها اليوم. اوكي، في اليوم راح نشرح لكم البرنت اون ديماند والطباعة حسب الطلب. طبعا راح اخذك اوفر فيو كامل على كل كيف المشروع هذا يشتغل، وكيف يترتب، وكيف نصمم المتجر، وكيف نبيع، وكيف نسوي اعلانات. يعني من هنا الى نهاية هذا الفيديو راح تتعلم كل شيء تحتاجه. اوكي، كل اللي عليك تركز معي، تعطيني أذانك، بس لا تنسى أنه عندنا ورشة عمل مجانية في التجارة الإلكترونية تحت هذا الفيديو. كل اللي عليك أنك تروح تسجل مجانا وتدخل معي. طيب يا عزيزي، كيف يشتغل الطباعة حسب الطلب؟ اوكي، اول شيء بنفتح لنا متجر الكتروني على شوبيفاي، تمام، نربط هذا المتجر الالكتروني مع المصنع اللي راح يصنع لنا التيشيرتات اللي راح نعطيها تصاميم، ونبي يضبط لنا كل التصاميم وكل شيء. اوكي، وراح يشحن هذا الطلب للعميل. يعني العميل يجي يدفع لنا، يروح الطلب بشكل اوتوماتيكي، يروحون يطبعون الديزاين اللي احنا مصممينه على التيشيرت، وبعدها يرسلونه الى العميل. وهذه السايكل تتم، او العمليه هذه كلها تتم بدون اي تدخل بشري منك. يعني كل شيء هذا يسويه عن طريق الكمبيوتر، وهذا اللي يميز هذا النوع من الاعمال، وهذا الشيء عشان كذا انا احبه. انا ما احب الاشياء يا جماعه اللي تاخذ تو ماتش هيدك وتو ماتش تايم للتحضير. هذه يمديني انا ابيع قد ما اقدر، دامني الناس تحب التيشيرتات حقتي. اوكي، طيب يا عزيزي، شلون وش ميزة هذا العمل؟ انه الشحن حقنا او السبلاير اللي هنشتغل معاه، اللي راح اعلمك كيف تشتغل معاه، من ياخذ من 5 الى 12 يوم. الى المانيا، لامريكا ياخذ من 3 الى 6 ايام، للسعودية سعودي اريبيا ياخذ يا طويل العمر ما بين 8 الى 13 يوم، ومثلا خلينا نقول يونايتد كينغدوم اللي هي بريطانيا ياخذ ما بين يومين الى 3 ايام. اوكي، وكل هذه تقدر تصممها، وكل الاشياء هذه بكل بساطة تقدر تسويها، وراح نشرح لك اياها في هذا الفيديو. عزيزي، ترى هذه من افضل وانواع افضل انواع البزنسز اللي تقدر تفتحها بالانترنت، واليوم راح اشرح لك اياها بالتفصيل الممل، بالتفصيل الممل. بس لا تنسى الورشة العمل المجانية اللي موجودة تحت هذا الفيديو. اول شيء يا عزيزي تحتاج انك تفعل الباقه المجانيه حقتك على شوبيفاي، وتقدر تاخذ اللينك اللي موجود تحت هذا الفيديو، راح يعطيك 14 يوم تجربه مجانيه للشوبيفاي. 14 يوم تجربه مجانيه للشوبيفاي. كل اللي عليك انك تنزل تحت هذا الفيديو تفتح وتسجل. بعد ما تسجل راح ينفتح معك المتجر بالشكل التالي. بعد ما ينفتح المتجر معك، هذه هي الشوبيفاي، وهذا كل اللي تحتاجه. راح تروح هنا على ابس، بعدها بتروح كاستمايز يور ستور. اوكي، بعدها يا طويل العمر اوكي، خلينا نسوي تسجيل دخول. بعد ما نسوي تسجيل دخول راح ندور على ابلكيشن اسمه برنت فول. شايفين برنت فول؟ تمام. بعد ما نجيب الابليكيشن، طبعا الرابط راح اخليه تحت برضو تحت هذا الفيديو عشان تتصلون انتم مره بسرعه، ونضغط على اد ابليكيشن. بعد ما نحط على اد ابليكيشن راح يبدا يضيف الابليكيشن هذا عندنا على الموقع. بعدها راح اسوي انستول اب، بعدها يا طويل العمر راح نثبت، راح نسجل في هذا الموقع. بعد ما نسجل فيه راح نحط البيانات حقتنا ونضغط على ساين اب. اوكي، لا تنسى انك تحط على اي اجري للاشياء زي كذا. اوكي، بعد ما سويت تسجيل دخول يا طويل العمر راح يمديك تضيف منتج. طبعا انت راح يدخلك على كل هذه المنتجات اللي ممكن انك تبيعها الان يا جماعه. اوكي، الان يمديك تبيع كل هذه المنتجات، سواء يا طويل العمر يمديك تبيع تيشرتات، يمديك تبيع جواكيت للرجال، يمديك تبيع هوديز، يمديك تبيع سويت بانس، يمديك تبيع يا طويل العمر اندر وير، ليجينجز، شورت،
يمديك تبيع جاكيتس، يمديك تبيع الملابس حريم، يمديك تبيع براز، يمديك تبيع بكينيز، يمديك تبيع يا طويل العمر كيدز يوث اند كلوذينج، يمديك تبيع طاقيات، يمديك تبيع ايفون كيسز، هير، فيس ماسكس. يعني انت تتخيل الاشياء اللي ممكن تبيعها يا صاحبي. يعني انت حتبيع كل شيء ممكن انت تتخيل انك تبيعه في هذه الدنيا. اوكي، يعني كل شيء يا صاحبي اليوم يمديك تبيعه. يمديك تبيع ايرينجز، يمديك تبيع نيكلسز، يمديك تبيع بوسترات، واتر باتلز، كوفي مجز، عرفت؟ يعني كل هذه الاشياء يمديك انت تبيعها. خلينا نقول مثلا على سبيل المثال اني والله ابغى ابيع الكوفي مج، اوكي، كسبيل المثال، اوكي. فاختار المنتج اللي انا ابغى ابيعه، بعدها بيقول لي حط الديزاين اللي انا ابغى احطه. خليني احط الحين ديزاين من عندي، وابغى اوريكم كيف اني اقدر اسوي هذا الديزاين على الانترنت، اوكي. فخلوني الحين اجيب بس بعض الاشياء اللي انا احسها ترندي. اوكي، طبعا يا جماعه انت جيب اي ديزاين من عندك. انا بالنسبه لي بشوف الاشياء اللي عليها ترند هاليومين، وهذا شيء من الاشياء اللي انا يعني اللي حصلت عليها واعتقد ان عليها ترند جدا كبير. اوكي، فهذا رفعتها، هذه الصوره الجميله اللي يسمونه الايب او القرد. اوكي، وهذا قرد الحين مع الان اف تيز وجماعه البيتكوين مره متحمسين عليهم. اوكي، خلينا نجي نختار يلا يا صاحبي يلا. ايش صار؟ ايوه، هذا هو الديزاين. شوفوا زي ما تشوفون احنا حطينا الديزاين على هنا. اوكي، هذا اوكي تمام. دوبليكيت ديزاين على البوث سايدز، دونت شو ذس اجين. بعدها يا طويل العمر راح نحط اذا نبغى باك جراوند اريا. هل نبغى باك جراوند؟ لا، ما نبغى اي باك جراوند. هل نبي نحط تكست؟ ممكن نضيف تكست، بس هذا بيصير نحط على النص، وانا عشان كذا ما ابغى احط. فخلينا نقول بروسيد الى الميديا. بس دقيقة، لا، هذا حط لي يا طويل العمر خل اشيل هذه. اوكي، وبعدين الحين نسوي بروسيد. بعد ما نسوي بروسيد بيقول لنا هذه الميم ماك اب ايمج. اوكي، بعدين يقول يلا برودكت فيديوز اذا نبغى. اوكي، نسوي برودكت فيديو ممكن، او نسوي هذا البرودكت فيديو. هذا مشكلة، ماني قادر يعني. شوف تخيلوا حيطلع شيء زي كذا، وبيحطون الصورة حقت المج حقنا على هذه. طيب دقيقة بس انا ابغى اطفي الأداة اللي عندي. انا عندي ادوات يا جماعة ما تخيلون وش كثرها. اوكي، خليني اسوي لها ريموف الحين عشان اعرف اشتغل. يب، اي بالله تكفون، قروشت حياتي. ايوه، خلاص اخترنا هذه. بعد ما اخترنا سوينا الديتيلز. ممكن اني اسوي لايف ستايل مج وكذا، نسوي بروسيد الى الميديا. بعدها يا طويل العمر نختار اللغة اللي نبغى نحط فيها. انا بالنسبة لي بحطها بالانجلش، وبسميه ايب NFT mug مثلا عشان جماعة الكريبتو. تمام، بعدين ما راح نسوي اي شيء. this product display my product with free shipping. اوكي، بعدها بروسيد للبرايسنج. طبعا تكلفة المج هذا تكلفته علينا 11 دولار. اوكي، فالريتيل برايسنج اللي هم they're suggesting انه 63 ريال. اوكي، فبنحط ال 63 ريال وكذا بنطلع تقريبا يعني ب 44 ريال تكلفته، راح نطلع تقريبا 18 ريال بروفيت. اوكي، فخلينا نسوي سبميت للستور،
ونشوف شكل المنتج بعد ما دخل على المتجر. اوكي طبعا بعد ما سوينا سبميت بيطلع عندنا بالشكل التالي. لكن يا جماعة انا صار عندي مشكلة في الفيديو ما ادري ليش ما ضبط، لكن كيفه نروح نسوي شيء ثاني الحين، نرجع نكمل على برينتفول اننا نضيف منتج جديد. اوكي فايش رايكم نسوي اد برودكت ونصمم تيشيرت هالمرة للعيال؟ اوكي ولا نحطها بهودي؟ ايش رايكم نحطها بهودي ونرتب الموضوع ونخلي هذا الهودي يجي له يا طويل العمر ال 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 الديزاين ثاني. اوكي خلونا الحين نصمم الديزاين الثاني ونرتب احلى ديزاين ونجيب لنا شيء ثاني. اوكي خلونا الحين هاي صوره جديده، طبعا نفس الفكره نفس الستايل والترند حق الناس اللي هم حاطينه، وودنا بس اللهم اني اشتغل عليه. اوكي فخلونا الان نحاول اوكي كذا خلونا نشوف من ناحية الباك، تعالوا نحط التصميم اللي قبل شوي حطيناه، خلونا نحط هذا. اوكي ايوه كذا خلونا نحطها صغيرة مرة ونرفعها فوق هنا، عرفتوا؟ وخلونا نفس الحكاية بالنسبة للي قدام، دام عندنا اكثر من مكان نبدأ نحطه خلونا نحط هذه هنا، يعني اني كعلامة للفريق حقنا او للبراند حقنا. اوكي كذا يا طويل العمر اتوقع ان الامور صارت ممتازة، نحط كذا نيكست. الان يا طويل العمر نضبط على قولتهم الصور اللي بتطلع عليها الموقع حقنا. اوكي فنبدأ نحط رجال او حرمة ونحط الفلات. اوكي فخلونا نشوف مثلا اد اديشنال موك اب ستايل، خلونا نضيف مثلا هذه وهذه وهذه. اوكي بعدين نروح للديتيلز ونضيف مثلا والله هذه برضو ايب ان اف تي بلاك هودي. اوكي طبعا هنا نجي نكتب وش التفاصيل حقت المنتج حقتنا، بس هذا شيء ما راح ادخل فيها الحين لان رقتهم نحتاجه بعدين. بعدها يا طويل العمر راح نسوي نحط اوكي وذ فري شيبينج. بعدها يا طويل العمر نبي نروح للتسعيره حقتنا، فزي ما انت شايف ممكن اننا نحط السعر الى يا طويل العمر خلينا نقول كذا نصير بروفيت 50 ريال، او ناخذ مثلا بروفيت 80 ريال نشوف كويس، انا احس انه كويس، ويصير سعره 218 ريال. اوكي يصير سعر الهودي 218 ريال، ونحط سبميت على الستور، وبكذا اضفنا هذا المنتج الحين الى الستور حقنا. الحين بروح نشوفه نشوف شكله كيف صار وكيف ترتب. الحين زي ما انتم شايفين نضفنا المنتج هذا الى متجرنا، زي ما انت شايف هذا تصميمنا الرهيب صار مضاف على الشوبيفاي. طبعا بنحتري شوي على ما تضبط الصور وتصير شكلها كويس، طبعا الحين حاليا لان النت عندي شوي ضعيف فما راح تطلع الصوره بالكواليتي العاليه، لكن اول ما يعني يضبط النت عندي راح تطلع بصوره جدا مرتبه وكواليتي جدا عالي. اوكي فهذا شغلنا يا جماعة، كذا هذه هي الشغلة انك تحط والله هذا وتاخذ اكس لارج لارج مدري ايش وكذا، بعدها يكون عندك هذا النوع من الستور. زي ما انت شايف الحين صار عندنا هودي وصار عندنا المج، ممكن ان نروح نسوي اي شيء ثاني اوكي زيادة عشان انت تتعلم يكون عندك كل الخلفية. خلونا نضيف مثلا كفر للايفون، ولا تبون نسوي انا اقول خلونا نسوي هات عشان تطلع كذا شكلها جدا جميل. والان نبي نحط يا طويل العمر خلونا نختار هذه الهات، خلونا اختار الكلرز على مزاجي، اختار هذا كلر ايه هذا ما عليه، خلينا نجرب او نحط دارك نيفي، انا اعتقد ان هذا كويس مع الديزاين حقنا اللي بنحطه عليها. خلونا نحط هذا الديزاين
اوكي اوكي اعتقد كذا كويسة. تمام خلها 3D عشان تضبط تصير مرتبة. ومن ناحية الباك نضيف والله هيب از كومن مثلا. تمام خليها كذا. تكست تو سمول نحاول نكبره. اوكي انا حستفى خليها اعيد من جديد. خلني اضيف التكست ايبس كامل. خلنا نكتب اجل ايب بس ظهري بيل ما ينفع نكتب الا كلمة واحدة فخلها كذا. let customer create personalized version in real time طبعا لا. وابغى احط اللون ابيض. اوكي وبنحط على proceed to media. الان خل نشوف شكل الكيمو اللي بنحط المين ماكوب. يا سلام عليك. think that's good that's good. هذه المين ماكوب ايمج و هنختار add product video لو فيه. نشوف للأسف ما راح يقدرون يحطون المنتج حقنا يعني ما راح يحطون الصورة حقتنا بيحطون بس كذا. اوكي هذا للأسف يعني بس يلا مو مشكلة. بنحط ايب سناب باك هات بنسميها كذا ايب سناب باك هات. بعدها يا طويل العمر حنسوي display من product free shipping وهنا راح نربح 50 يصير سعرها تقريبا 143 ريال واعتقد انه سعر جدا ريزنبل بالنسبة للطواقي. بعدها يا طويل العمر بعد ما ينتهي من عملية انه اضافة راح نروح نشوف المنتج على موقعنا وبعدها ان شاء الله بعد هذه راح نخش على طول على تصميم المتجر. الان بعد ما خلص نضغط على view in Shopify وراح نشوف المنتج جاهز. هذا هو طبعا كان يمدينا نلعب بالالوان حقته بس زي ما قلت لكم انا ابغاكم تشوفون شكل المنتج وهو موجود يعني انه يمديك تحط هذه التصاميم على الموقع حقك. اوكي وكذا بالتالي هذا هو تصميم موقعنا الحالي والان احنا راح نضبط التصميم كامل حق المتجر. اذا متحمس تشوف الجزء الثاني من هذا الفيديو لا تنسى تسوي سبسكرايب لا تنسى تسوي لايك. اذا وصل هذا الفيديو لعدد اللايكات المطلوب بنزل الجزء الثاني فخليك سوي لي لايك. باذن الله يومين ونزل لك هذا الجزء الثاني.